Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli dostlar. أيها أصحاب الفخامة المحترمين، يا رؤساء الحكومات، أرحب بكم باسمي وباسم الشعب التركي. أنا أشعر بالإطمئنان وارتياح على خلفية مشاركتي في اجتماع أوتريتش بريكس بلاس. أود أن أشكر فخامة الرئيس بوتين على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وأهنئه بعقد الناجح لقمة بريكس. فأتمنى كل نجاح للرئاسة القادمة للبرازيل. فأشكر جميع الزملاء والأصدقاء على تقديم التعازي على خلفية العملية الإرهابية التي وقعت في تركيا أمس، ولكن هذه عملية لن تكسر روحنا. اليوم نحن نرى أننا نواجه الكثير من التحديات، بدءا من مجال الأمن وإرهاب ومناخ إلى الغذاء. فمجموعة بريكس التي تمكننا من التنسيق بهذا الصدد تكتسب أهمية استثنائية في أيامنا هذا، على خلفية وعلى ضوء هشاشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية وتغير في توازنات المالية العالمية. نرى أن المنظومة الحالية التي تبلور الحرب العالمية الثانية تحتاج إلى تعديل اليوم، لذلك علينا أن نبلور نهجا محسوبا متوازنا لمعالجة الأمر. علينا أن نعمل بالدأب على بحث الحلول الوسطى بإشراك لجميع الأفكار والمبادرات وعقول. بريكس سوف تمكننا من تشكيل المساهمة العادلة في بلورة المنظومة العالمية الجديدة، إضافة إلى ذلك من الضروري أن ألا ننسى أن تركيا هي الدولة المؤسسة لبعض المؤسسات مثل مؤسسة التعاون في البحر الأسود ومنابر الدولية المختلفة، بما في ذلك G20. فلدينا كافة الآليات للتعاون مع بلدان من مختلف أنحاء المعمورة. نحن نقوم بالتعاون من باب الربحية للجميع، فبناء المنظومة العالمية العادلة والتنمية المستدامة يمكن أن تتحقق من خلال ضمان الأمن على حدودنا بدون وقف سفك الدماء، معالجة الأزمات. لا نستطيع أن نوفر النمو هذا، فإسرائيل تستمر وتتمادى في سياساتها العدائية، لا تريد الكف عن سفك الدماء، وذلك تخطى أي حدود المعقولة. وإسرائيل رقت هذه الأزمة إلى مستوى أعلى، تمادت في زحف الأراضي اللبنانية، ولكن لن تتهرب وتتنصل عن المسؤولية. فنحن ننطلق من أن حل الأزمة ممكن فقط على أساس إنشاء دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا مطلب حاسم فإن الضغط إسرائيل بالأسلحة والذخائر
بلا شروط، فقط سيصعد النزاع. بادرنا في التجارة وبيع الأسلحة لإسرائيل في الأمم المتحدة. نحن نعول على دعمكم وتأييدكم بهذا الصدد. نحتاج إلى وقف إراقة الدماء ودموع للناس العايشين في هذه المنطقة. فأنا أعول على أن جلستنا اليوم ستساهم في عملنا المشترك. ومرة أخرى أشكركم بالعقد الناجح للقمة.